بتمنى من الكل ان هو يدعمنا. ربنا يا جماعه نكمل الف اهو، يشجعنا نكمل الف اهو. السلام عليكم، الاخبار يا جماعه؟ دايما كنت اشوف اليوتيوبرز مبسوطين بالدرع ده واشوفهم هما بيفتحوا الكرتونه بتاعته، وكنت دايما اسال هل هيجي اليوم اللي فعلا هيوصل لي درع زيه وافرح بيه؟ والحمد لله بسبب دعمكم وربنا قبل كل حاجه وصل لي درع اليوتيوب، ووصلنا لمئة ألف أخ وأخت. طبعا بشكركم جدا على الدرع ده، والدرع ده يا جماعة مش بتاعنا بس، ده بتاع كل واحد عندي في القناة، لأن كل واحد دعمني في القناة هو سبب وصول الدرع ده ليا، وكل الدعم منكم هو اللي بيوصلنا للحاجات الحلوة دي. فأنا بشكر ربنا جدا وبشكركم جدا 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 على إن انتوا وصلتوني للحاجة الحلوة دي. خلينا نحط الدرع جنبنا طبعا عشان يفضل بقى موجود معانا طول الفيديوهات الجاية إن شاء الله. طيب مبدئيا يا جماعه كده الفيديو ده مختلف جدا عن اي فيديو سمعته عندي في القناه، مش لان ده مثلا احتفال بالدرع اللي هو بتاع اليوتيوب، لا، كل الفيديوهات اللي كانت قبل ال 100,000 حاجه، والفيديوهات اللي جايه دي حاجه تانية، وممكن تكون صدمه لبعض الناس. ايوه يا جماعه، ممكن تكون صدمه لبعض الناس لانها تكون فيديوهات مختلفه تماما عن كل اللي احنا قلناه قبل كده. بس مبدئيا زي ما انت عارف ان اللايك بيشجعنا طبعا، فياريت تدوس لايك دلوقتي عشان تشجعنا، وكمان فعل الجرس لو انت مش مشترك معانا في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله، لان الفيديوهات الجاية هتكون حاجة مهمة جدا لكل الناس. لو انت من الناس اللي بيحلموا بالهجرة لبرة، فانت لازم تعرف ان مش كل حاجة بره هي بس الايجابيات، في كمان سلبيات وفي مخاطر. طبعا احنا كلمناك كتير عن موضوع الهجرة للخارج، مش بس احنا، في قنوات كتير بتتكلم عن موضوع الهجرة للخارج والبرامج والايجابيات وتروح ازاي وايه الحاجة الحلوة اللي هناك، الكلام ده كله احنا قلناه، بس مش هتلاقي قنوات كتير بتقولك ايه هي السلبيات، ودي اهم حاجة. انت كواحد مثلا بنيت حياتك على ان انا مسافر بره، هبيع حاجات معينة، هاخد أهلي وولادي وبناتي ومراتي وأسافر برا وأروح للدول دي، فأنت مش بس عايز تعرف إيه هي الإيجابيات، أنت برضو عايز تعرف إيه هي السلبيات اللي هقابلها هناك، هل هي هتتوافق مع حياتي مع ديني ولا الحاجات دي ما تنفعش معايا. وبالذات وبالذات أنتوا شايفين دلوقتي اللي بيحصل في أوروبا، والسوشيال ميديا طبعا مش محتاج أقول لكم إنها بتعرفكم كل حاجة دلوقتي، فانتوا عارفين ايه المنتشر دلوقتي من فاحشة قوم لوط، من خطف الاطفال، من حاجات كتير بتحصل في المدارس، من الاعلام والالوان زي ما انتوا عارفين، حاجات دي كلها منتشرة دلوقتي في الدول اللي هناك دي. فانا قررت قرار ومحتاج دعمكم فيه، ومفيش رجعة عن القرار ده عندي خالص. قررت ان انا اوقف برامج الهجرة للخارج وللدول دي بعد ما اتأكدت وعرفت بالظبط ان الدول دي ما تنفعش وما تصلحش للحياة فيها. ومش انا بس اللي عرفت الكلام ده، في ناس كتير بتتكلم دلوقتي عن الموضوع ده. مش هقولك قنوات الهجرة، لا، قنوات الهجرة عمرها ما هتيجي تقولك ما تروحش للدولة دي، لان الحاجات دي بتضر بالفيديوهات بتاعتهم، بتضر بالمشاهدات بتاعتهم. انا بالنسبة لي ما فيش اي مشاكل من ان المشاهدات بتاعتي تقل شوية، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم انا هجيب لكم في القناة عندي هنا ان شاء الله، هجيب لكم اخبار عن الدول دي حصرية وأول بأول عشان تبقى أنت أبديت، وكمان هجيب لكم تجارب لناس عايشة هناك في الدول دي، هيقولوا لك إحنا عايشين إزاي وإيه اللي بيحصل لينا وإيه السلبيات اللي بنقابلها، عشان تبقى أنت عارف إيه اللي بيحصل هناك. وأنت بنفسك اللي كنت مهتم بفيديوهات الهجرة، أنت برضو بنفسك اللي لازم تسمع الحاجات دي. يعني مش هقول لك مثلا دلوقتي أنا مش هنزل فيديوهات هجرة فمعلش يعني فرصة سعيدة والكلام ده كله، لا 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 لا، انت كنت مهتم بفيديوهات الهجرة، فانت بالظبط اللي لازم تعرف ايه السلبيات اللي موجودة في الدول دي. اهم حاجة انا مش هقابل ربنا وهو بيقول لي يا احمد انت عارف ان الدول دي هتفسد الناس اللي انت وديتهم هناك، هل انت قد المسؤولية دي؟ انا مش قد المسؤولية دي يا جماعة، انا مش قد مسؤولية ان انا اقابل ربنا وانا عارف ان انا وديتكم للدول اللي هتفرق بينكم وبين عيالكم، هتساعد عيالكم على ان هم يروحوا الطرق اللي انتوا عارفينها، هيتحولوا. فانتوا عارفين ان الدول دي دلوقتي بتشجع الاطفال، وكمان بتقول لهم ان اهلكم لو عندهم رفض لموضوع التحويل ده
وموضوع الألوان تعالوا اشتكوا عليهم. And now we have this where if a parent does not support the ideology of the government, they're going to be taken away from the home. In the past when we've had these discussions and I've seen parental rights atrophied, I've encouraged people to keep fighting. I've changed my mind on that. If you love your children, you need to flee California. You need to flee. We are moving towards the pathway of the Handmaid's Tale. California is becoming the new Juliet, and it just breaks my heart. I'm born and raised in this state. I love this state. I'm not going to stay in this state because it's just too oppressive. فالموضوع أصبح خطر جدا يا جماعة هناك في الدول دي. ده حتى الأفلام الكرتون لو ابنك بيتفرج عليها وابنك صغير أصبح فيها الكلام ده كله وبصورة كبيرة جدا. يعني أنت هتعمل كنترول على إيه ولا إيه ولا إيه؟ في بيتك هتلاقي الحاجات دي، في الشارع هتلاقي الحاجات دي، في المدرسة انتشرت جدا الحاجات دي والأعلام أصبحت في كل مكان في المدرسة. فأنت ابنك أوريدي وبنتك أوريدي طول اليوم شايفين الأعلام والألوان والحاجات دي موجودة. هتنصحهم مرة مرتين ثلاثة بس هتروح فين بعد كده؟ If you want to be respected for who you are, if you don't want to suffer prejudice for your religion, your color of skin, your whatever, then you better give it back to people who are different from you. That's how it works. It's an exchange. And it isn't like that in all countries. If you believe that kind of thing, then you don't belong here. Because that is not what Canada believes. We believe in freedom. We believe that people can marry whomever they want. That is in the law. And if you don't think that should be the law, you can't be Canadian. You don't belong here. And I mean it. I really mean it. And it's not a joke, Mansoor. فمش هي دي الدول اللي انت فعلا تفكر انك تروح لها، لان ده خطر كبير عليك وعلى عيلتك كلها. وما تفتكرش ان انت مثلا قد المسؤولية وما تخافش يا احمد، لا بس البلاد بتاعتنا تعبانة والبلاد بتاعتنا اصلا انت شايفها البلاد عاملة ازاي، يعني مش هتكون مثلا اسوأ من البلاد بتاعتنا. لا، انت رايح لخطر كبير جدا وهو خطر الانحراف. واي اب او اي راجل عنده نخوة عمره ما هيروح للدول دي وهو عارف ان مثلا بنته عشان تنزل حمام السباحة هيطلب منها المايو، ومثلا هتبقى انت راضي بالكلام ده كله، مش هترضى طبعا، لان اصلا لو انت مرضتش بحاجة زي دي غصب عنك هيقولوا عليك ان انت اب متطرف. فانت لازم ترضى ان بنتك تروح حصة السباحة وهي لابسة المايو. هترضى تعمل انت حاجة زي دي؟ مش هتقدر ان انت تقول لها لا. هم هيقفوا في صفها ويقولوا لها انت باباك ده متطرف وهناخدك منه. الحمد لله اجانا سفرة وسافرنا على المانيا بال 2019. بال 2019 اول ما وصلت انا وعيالي على المانيا، انا صابني خوف، قعدت وصرت ابكي واستغفر الله، قلت انا شو سويت بحالي، انا وين انا؟ والله والله حكت لي قالت لي بابا الله لا يسامحك. المهم بعثوا لي بوست على البيت وحكوا لي انه لازم تجيب اغراض سباحه، ما سباحه يعني اغراض داخليه ما داخليه وبشكير. انا كتبت ناين يعني ناين انه لا. والله رحت على المدرسه، بعثوا لي قالوا لي تعال على المدرسه، قال انت مالك شغل، سالوا البنت قام كتبت يا إيه. المهم انا هون انا خفت على بنتي، يعني بنتي بدها تتفتح على شغلات، يعني انا بدي اتحاسب عليها، انا اللي جبتهم، الله بدي يعاقبني. فشوف انت المراحل بتوصل لايه. وطبعا الكلام ده حصل كتير، حصل في السويد، حصل في الدنمارك، حصل في بريطانيا، حصل في المانيا. موضوع خطف الاطفال ده يعني مش هقول لك، اللي ما يبصش من الغربال زي ما احنا بنقول في مصر يبقى اعمى. فدي حاجه واضحه جدا لكل الناس، خطف الاطفال ده اصبح شائع جدا في الدول دي وكمان في كندا كمان. وده الحاجة من الحاجات اللي خلتني اتكلم كمان في الموضوع ده، لان احنا كنا بننزل كتير برامج عن موضوع كندا. يجي واحد يقول لك لا 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 على فكرة الكلام ده ما بيحصلش، وعلى فكرة كندا بتاخد الاولاد لو شافوك انت بتضرهم. لا 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 لا، خايف على نفسي وعلى جهالي. انا سافرت بيهم من العراق سنة 2018. هاي المنطقة اللي انا قاعدة بيها ايش كم حالة شفت من جيراننا انه يبدون يصيرون ترانس جندر، يعني رافضين الجندر مالتهم يبدون يعني يصيرون ولد. كانت بنتي بذاك الوقت كل شيء ما بيها وماكو اي مشكله بينه وبينها نهائيا، اصلا بنتي مثقفه
وتعبانة عليها وتعبانة على تربيتها. إلى أن فد يوم إجتي منهارة كانت، وأنا حكيت وياها بالدكتور، قلت لي أنه المعلمة مالتها بالمدرسة قال أنه ما طول هي تحب السيارات وتحب الأشياء اللي سووها الولد، فهي بداخلها ولد، وأنه هي هسه بعد ولد، وأنا لازم أتقبل أنه هي ولد وغيرت اسمها وغيرت الجندر مالتها من شيء إلهي. لقيت هذا الطريق شنو؟ ولا الحرية ولا الإنسانية. وزي ما احنا بنقول برضو، اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. ليه؟ لأن انت لما بتسأل مجرب هو اوريدي عايش الجو هناك، عايش الأجواء دي. فاحنا عشان كده هنجيب لك ان شاء الله مستقبليا أخبار عن الدول دي أول بأول عشان تكون أبديت بيها، ونجيب لك تجارب للناس اللي عايشة في الدول دي عشان تفضل عارف بالظبط الناس دي عايشة ازاي، وانت لو رحت وفكرت انك تروح هتعيش ازاي وهتقابل ايه. فالموضوع ده مهم جدا، احنا ان شاء الله هنتناوله في القناة بعد كده. مش موضوع ان انا مثلا عايز اسافر وبعد كده ربنا يحلها بقى اشوف اللي هيحصل هناك، لا لا لا، انت كده بتلقي بنفسك الى التهلكة. انت بترمي باولادك ومراتك وكل الناس اللي معاك بترمي بيهم في النار. طب وليه ده كله؟ هتقول لي مثلا الدول بتاعتنا صعبة؟ لا، اسمع الحاجات اللي هنجيبها لك وانت بنفسك احكم. لو انت راضي انك تودي ولادك ومراتك للدول دي يبقى انت ليك حرية التصرف، لو انت استفدت بالتجارب اللي احنا هنجيبها يبقى الحمد لله على كل شيء. طبعا واحد يجي يقول لي مثلا، طب افرض يا احمد انا عايز اروح ادرس، هدرس وارجع تاني. طب ما انت اوريدي اصلا هتروح تعيش الاجواء معاهم، يعني انت هتروح تعيش مع برضو لو انت كراجل هتقعد مثلا مع البنات وتشوف الاوضاع اللي هناك وتشوف اللي بيحصل هناك، وشوية شوية تقول الله الدول دي نظيفة وفي احترام ومش عارف ايه وبتاع، وتبدأ تنجذب ليها، وشوية شوية تتجوز اجنبية والتقاليد مختلفة، ولو حصل مشاكل طلاق وياخدوا العيال، فانت بتدخل للدوامة بس من جانب تاني. انا تركت الجامعة، رسميا اعلن تركي للجامعة بعد تقريبا سنة ونص من الاجتهاد والاستثمار والوقت، قررت اني فعليا ان اترك الجامعة وما انظر لخلفي، ورح اذكر السبب. انا عارف يا امي انه حيكون الفيديو بالنسبة اليك نوع من الصدمة، لكن انا اني اترك الجامعة واترك الدراسة افضل مليار مرة من اني اترك ديني. الدليل على كلامي في الفصل الثاني كان في عندي في الاختبار صرت انا اكتب انا اصلي قرد، وحدد اي نوع من القرود، هومو سابينس سابينس، والتفصيل في القرود والفرق بين الشمبانزي وانه نقطة خطيرة جدا. اقسم لكم بالله العظيم، اقسم لكم بالله العظيم، اقسم لكم الف مرة اقسم لكم بالله العظيم، انه انت بتيجي هنا تفتن عن دينك. اقسم لك بالله تيجي بتشوف اشياء، بتشوف واحد مع واحد، بتشوف واحد، بتشوف اشياء. يعني الزنا هنا كله بزني، الكل بزني هنا. معلش انا معصب، بس انا كنت يعني على وشك اني ازني، كنت كل يوم باجي بابكي، بروح بابكي، بروح من التعب والالم لاني كنت اشوف بنات يعني بيفتنوك لو هم اقوى منك. واحد بيبوس واحد بصديقه، معلش يعني خذوا الامور بسلاسه، فباس صديقه ده بودع صديقه فباسه، انا بتفرج كده صدمت. معلش هم اصدقاء يعني. فانت دير بالكم في نقطه مهمه، اذا انت اعترضت على الموضوع هذا بيصنفوك على انك هوموفوبيك، هوموفوبيك اخطر من ارهابي. اقسم لكم بالله العظيم انها تدار من قبل الشيطان هذه الجامعه، اقسم لكم بالله العظيم انها تدار من قبل ابليس. انا الان في حرم الجامعه، تمام؟ دليل على كلامي، هذه حفله موسيقيه عاملينها، هذه النجمه ايش بتذكركم؟ النجمه هذه، تمام؟ وهذه الصور، هذه صور الموسيقى، اقسم لكم بالله العظيم، تمام؟ اقسم لكم بالله العظيم حفلات موسيقيه شيطانيه. هذه النسويه، تمام؟ بقول لك ايش؟ ماي بودي ماي تشويس، تمام؟ وايش هذا يا حمود؟ حمود ايش هذا؟ اوه حمود، حمودي هذا ايش يا حمود؟ حمود هذه محجبة، اطلعوا اللي بكذبوني، اللي بكذبوني طلعوا. هذه مسلمة، هاي النسوية، النسوية هدفها تدمير الأسرة. الكلمات اللي بتفهموها لست بستوعبه الآن، لما أفتح هذه وألاقي الشغلة هذه هنا، لما ألاقي المسلمة تنحط في إنه هي مسلمة، إنه بتعرف انه الوضع خطير.
There's no wrong way to be yourself. الدول دي يا جماعة فيها نسبة كبيرة من الشيخوخة، فطبعا هم محتاجينكم اصلا تروحوا. هم دلوقتي بيشجعوا الناس كلها على ان هم ييجوا الدول دي، زي المانيا مثلا. المانيا دلوقتي بقت بتقول لك تعالى من غير البي اينز. زمان كان يقول لك لا لازم لغة علشان تروح المانيا، ودي كانت معروفة جدا. لما كنا بنيجي ننزل برنامج عن الهجرة لالمانيا يقول لك لازم يكون معاك كورس الماني. دلوقتي المانيا بتقول لك تعالى من غير اللغة. هم عايزين الأجيال العربية يبدأوا يكبروا عندهم، لأن هم ما بيخلفوش. هم عندهم الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي هي فاحشة قوم لوط، فمنين هيجيبوا أطفال؟ منين هيتزوجوا؟ هم بيتجوزوش أصلا، وعلاقاتهم زي ما انتوا عارفين الراجل بيقعد مع الست عادي والولد بيقعد مع البنت عادي ويعيش حياتهم، فهم أصلا ما بيجيبوش أطفال. فهم عايزين أطفال العرب هم اللي ينشأوا عندهم. بس في حاجة مهمة جدا، هم مش عايزين الأطفال دي تنشأ بالصورة السليمة اللي هم عايشين عليها طول حياتهم، لأ هم عايزين يفسدوهم عشان الأطفال دي ما تأسلمش الدول. الأطفال دي لو فضلت مسلمة زي ما هي ومتمسكة بالعقيدة اللي احنا عارفينها الإسلامية وحتى النخوة العربية، لو فضلوا متمسكين بالحاجات دي هيمسكوا الدول دي. فهم مش عايزينهم يمسكوها بصورة حلوة، لأ هم عايزين يفسدوا الأطفال الأول وينشروا الحاجات اللي انتوا عارفينها وينشروا الفساد ويفرقوا العائلات. بعد كده مش مشكلة بقى هم يمسكوا الوظائف اللي هم عايزينها. ده غير ان في حاجة مهمة جدا، ما تفتكرش ان انت كعربي مثلا هتروح تمسك بوزيشن عالي كمدير مثلا بنك او كحاجة انت بتحلم بيها. احنا طول عمرنا كنا بنعرف مثلا والله ده محمد راح ايطاليا مثلا، طب راح يشتغل ايه؟ والله يشتغل في صحون، يمسح صحون الاول وان شاء الله ربنا يكرمه. على فكرة يا جماعة ده الطبيعي اصلا، ان هو هيروح يشتغل مسح صحون، لان هي دي الوظائف بتاعت العرب. واسألوا ناس كتير عايشة هناك، واحد يجي يقول لي مثلا طب يا احمد ما في ناس كتير ماسكه وظائف كويسه الحمد لله، هقول لك مش كتير، ممكن يكون في ناس معينه بشهادات معينه بس، الباقي بيشتغل وظائف التانية. يقول لك ده على فكره الكلينر مثلا الراتب بتاعه اعلى من الراتب بتاع الكلينر في مصر، وبتعامل معامله احسن من اللي في مصر. ماشي مفيش مشاكل، بس على فكره الوظائف دي مش لحد غيرك انت، يعني مش لحد غير العرب. وعمرك ما هتمسك وظيفة مثلا انت بتحلم بيها او انت درست عشان تشتغلها، لان الوظائف دي لابناء الدولة، ودي عن تجارب لناس كتير عاشت في الدول دي زي فرنسا زي بريطانيا. وهنسمعكم التجارب دي ان شاء الله في القناة. انا عارف ان الفيديو ده طويل شوية، بس الفيديو ده مهم جدا لكل واحد معايا في القناة، لان كل واحد في القناة دي انا عارف ان هو موجود عشان يهاجر. بس برضو زي ما بقولك ان انت لازم تعرف انت رايح على ايه. وكذلك لو بنت، لو بنت الموضوع اصعب بكتير، لان هناك هيقولك احنا بنشجع على حرية النساء والنسوية والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، وهو في الحقيقة اصلا ده بيفسد مش بيعدل. بس فدي كل حاجة كنت عايز اقول لكم عليها النهاردة، وان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي انا قلت لكم عليها في المستقبل اللي هي الفيديوهات الجاية ان شاء الله، اخبار جديدة وحصرية واول باول عن الدول دي عشان تفضل عارف ايه اللي بيحصل هناك. ولو انت مصمم على السفر تكون عارف انت رايح فين دلوقتي. لو انت رايح مثلا الدولة دي فانت عارف اللي بيحصل فيها حاليا، لان مش كل الناس هتقولك الاخبار دي. ده زائد كمان انك هتسمع التجارب بتاعة الناس اللي عايشة في الدول دي، ودي زي ما قلت لكم انها افضل طريقة ان انت تعرف كل حاجة بتحصل في الدول هناك عن طريق التجارب، وتسأل مجرب ولا تسألش طبيب. لو انت من الناس اللي وصلت لاخر دقيقة واللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فشكرا جدا ليكم، وده والله هو مش دعم للقناة بس، لا ده هو كمان فايدة ليك انت اكتر، لان ان شاء الله هنقول لك على كل فايدة تهمك في المستقبل بإذن الله. فياريت بقى في الاخر ما تنساش اللايك، وتكتب لي في الكومنتات ان انت وصلت للثانية دي. طبعا شكرا جدا لكل الناس اللي دعمونا ودعموا القناة ووصلونا برضو للدرع بتاع اليوتيوب. شكرا لكم، وما تنسوش ان تفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات المهمة جدا في المرحلة الجاية. السلام عليكم.